أماكن مخيفة حول العالم. هناك أماكن على الأرض تبعث طاقة مخيفة تصيبك بالقشعريرة وتجعل الرعب يتملكك. تلك الأماكن تجلب الكوابيس ونوبات الهلع لزائريها وتجعلهم يعيدون النظر في أفكارهم ومعتقداتهم. إليكم في حلقة اليوم أكثر الأماكن المخيفة في العالم، تابعونا. إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة فوائد ومعلومات، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. جزيرة الدوما في المكسيك. تم اكتشاف هذه الجزيرة الغريبة المليئة بالدوما المعلقة على الأشجار أثناء قيام مجموعة من الناشطين في مجال البيئة بإزالة نبات الزنبق المحيط بالبحيرات. الغريب في الجزيرة هو الدمى المعلقة على الأشجار، حيث تظهر الدمى وكأنها مصلوبة على الأشجار. وأثناء البحث عن تفاصيل هذه الجزيرة، قيل أن هناك عائلة قامت في السابق بزيارة هذه الجزيرة وكانت معهم طفلة والتي غرقت فيما بعد. ومن يومها بدأت البحيرة كل فترة بلفظ الدمى على شاطئها. بيت الغموض وينشستر في كاليفورنيا. قام ببناء هذا البيت الكبير سارة وينشستر بعد وفاة زوجها الذي قام باختراع البنادق التي كانت من أشهر الوسائل الحربية في تلك الفترة. وقد نصحتها ساحرة غريبة بأن تقوم ببناء هذا المنزل لتسكن به الأرواح التي يتم قتلها بالسلاح الذي اخترعه زوجها والتي لا تجد الراحة بعد الممات. وأصبح البيت بعدها أحد المعالم السياحية والتي إلى الآن تقام له الجولات التعليمية. سراديب كاتاكومب في باريس. وهو السرداب يقع بالكامل تحت مدينة باريس، وتم تقدير عدد الهياكل العظمية والجماجم التي يحتويها ما يقارب 6 مليون مرتبين بطريقة فنية. وهذا السرداب تم فتحه للسياح والذين يعشقون الأماكن المرعبة مثل هذا السرداب. كنيسة سيدليك في جمهورية التشيك. وهي كنيسة مليئة بالهياكل العظمية والجماجم لأناس ماتت، حيث أمر خوري الكنيسة في عام 1870 أن يتم تجميع العظام والجماجم والهياكل المدفونة حول الكنيسة من أجل تزيين الكنيسة بها. جزر أوفرتون في اسكتلندا. ويعد هذا الجسر موقع العديد من حالات الانتحار، وعلى وجه الدقة أكثر من 600 حالة انتحار كلب. نعم، هذا صحيح، كل تلك حالات انتحار للكلاب. ما بين 12 إلى 15 كلب كل عام يلقي بنفسه من فوق ذلك الجسر ليلقي حتفه. لماذا الكلاب؟ هذا السؤال لم يستطيع أحد الإجابة عنه حتى الآن، برغم ظهور بعض النظريات التي تفسر تلك الحالات للانتحار، إلا أنها لم تثبت بدقة سبب حالات الانتحار. منتجع سانتشي في تايوان. شيد ذلك المكان ليكون منتجعاً فاخراً ليستجم فيه السياح، ولكن بعد سلسلة من الحوادث المميتة تم إغلاق المنتجع من الحكومة، ومنذ ذلك الحين لا يجرؤ أحد من الاقتراب من ذلك المكان. فندق شيلبورن في إيرلندا. وهو مجموعة من المنازل تم تحويلها إلى هذا الفندق الذي كان يفضله الكثير من المشاهير ممن يزورون مدينة دبلن. ولكن ما كان مخيفاً حقاً هو غرفة واحدة في هذا الفندق، وهي غرفة رقم 526 التي كان يسكنها شبح الطفلة الصغيرة ماري. كانت ماري تعيش في أحد المنازل التي تم هدمها وتحويلها إلى فندق شيلبورن حتى مماتها من داء الكوليرا في عام 1791. ويعتبر الفندق من أكثر المناطق رعباً للسكان. هيل تاون في أوهايو. تم تأسيسها في السبعينات من القرن الماضي وكانت من الأماكن البارزة في حينها. تم هدم المنازل وتحويل المكان إلى حديقة ملاهي، فأصبحت مواقع الغابات المليئة بالأشجار في هيل تاون مظلمة ومخيفة. فيقال أن أرواح قاطني المنازل التي هدمت ليتم استبدال المنازل بالملاهي ما زالت تهيم في المنطقة والغابات المحيطة. وختاماً ننصحكم متابعينا بعدم المجازفة والذهاب إلى هذه الأماكن المخيفة حفاظاً على حياتكم وحياة أحبائكم، ودمتم بخير. اشتركوا الآن ليصلكم كل جديد على قناة فوائد ومعلومات.